خرجت من البيت أنا خارج رايح أودي المدام عند الدكتورة، على أساس اليوم كان عملية ولادة اليوم لها. مشيت مسافة بسيطة أقل من كيلو، حسيت انفجار، الحاجة شلتنا ودلت بي برا السيارة. بعد ما تعرفش إيش حصل. خرجت من الغرفة هنا وامشي لهنا مباشرة، وحس يعني الحرمة يعني مبقسة رجلها وكرشتها والولاد جنين حقها يعني في الشارع، خرج من فترها في زوجها هنا كان يصيح زوجتي وشلينا وكان يعاني من كسور من شظايا وجروح متعددة في الجسم. وبعد عمل الإشاعات اللازمة تبين أن المريض يعاني من كسور في الطرفين العلويين، وكذلك جروح سحقية في اليدين مع تمزق الأوتار وإصابة تهتك العضلات. في هذا المكان نجا الزميل محمود العتمي ودفع ثمن عمله حياة زوجته وابنه في بيئة أصبحت شديدة الخطورة على الصحافة والصحفيين.